في البداية هو ده الموديل اللي احنا هنشتغل عليه، حطيت كل التفاصيل في الواجهة الأمامية بس، بقية الواجهات مش حاطط فيها تفاصيل لأنها مش هتبان قدام الكاميرا. أول حاجة هنحدد كل الأوبجكتات دي، بعديها ندوس شيفت دي، هنعمل سيلكت الواحد بحيث ان هو يكون اكتف، بعديها نروح لأوبجكت كونفرت تو مش، بعديها ندوس كنترول جي. طيب بعد كده هنروح للديسميت موديفاير، هنلاحظ ان عدد البوليجونز في الفيسز فيه كتير، واحنا هنكرر هنكرر العماير دي كتير، فكده الموضوع هيتقل جامد، فاحنا المفروض هنقللهم. اول حاجه هندخل قائمه تاب، ندوس اي، بعد كده ديليت ليميتد ديسول، هتقل شويه زي ما احنا شايفين. بعد كده هنيجي عند ريتيو هنا ونخليها الربع، وبعد كده هنلاحظ ان هي قلت، بعديها هندوس ابلاي. كده الموديل بقى قدامنا اهوت، كلهم كده بقى حاجه واحده، وهيبقى خفيف معانا واحنا شغالين. عاوز اقول ملحوظه، احنا نقدر نعمل اي مبنى احنا عايزينه، مش شرط المبنى دوت، بالشرط ان يكون عرض المبنى ضعف الارتفاع بتاعه، لان ده هيفرق معانا في الانيميشن. طيب المفروض تكون المسافه ما بين كل مبنى والتاني بتساوي ارتفاع المبنى، فاحنا هنحط مكعب ونخلي طول درعه بيساوي ارتفاع المبنى، ونحط ما بين كل مبنى والتاني بحيث نضمن المسافه تكون متساويه، وهياخدوا المكعب ده كمقياس لينا. انا هنا في الفيديو هعمل نفس الشكل المعمول في الفيلم، نفس شكل التقسيمه بتاعت المباني الموجوده في الفيلم، مش هزود عنها لان الجهاز مش مستحمل تزويد اكتر من كده. طيب دلوقتي هنحطه بلين، بعد كده ندخل الايديت مود وندوس شيفت ار، هنحطه ادرس عند كل حواف بتاعت المباني، بعد كده هنيجي من الجنب وندوس شيفت ار تاني ونجري بالعجله بحيث ان احنا نكتر عدد الفيسز الموجوده في البلين، تمام، عشان الخطوه دي هتفرق معانا جدا، بعد كده من غيرها الدنيا هتبوظ، تمام. بعد كده نخرج من الايديت مود ونحدد المباني اللي احنا عايزينها تتحرك، بعد كده هنروح محددين البلين بتاعتنا وندوس كنترول بي، بعد كده فيرتكس ترانجل. هنلاحظ لما ندخل الايديت مود في البلين بتاعتنا، لو حركنا اي فيرتكسز هتبقى متحكمه في حركه المباني، وده اللي احنا عايزينه، بس احنا مش هنتحكم مباشره في الفيرتكس كده. هندوس شيفت اي، بعد كده اميتر، هيطلع لنا عظمة، هناخده أول عظمة نحطها عند أول مبنى، وبعد كده ندخل الإيديت مود وندوس إكسترود في الإتجاه بقى بتاع المباني، بعد كده طبعا عند الحواف كل حافة نروح عاملين عندها إكسترود لحد ما نوصل للآخر، هيبقى عندنا خط طويل من العظم. بعديها احنا كده جوه الإيديت مود هنختار كل العظم اللي احنا عملناه، هندوس شيفت دي ونحاول نملى بيه الادجز الموجوده في البلين الاولانيه اللي احنا عملناها، بحيث ان كل ادج لوب ادج طويل يبقى مكانه عظم اصلا مانوال لحد ما نوصل للاخر. بعد كده نطلع بره الايديت مود ونحدد البلين بتاعتنا، بعديها نحدد العظم اللي احنا كنا عاملينه، ماشي، وندوس كنترول بي ويز اوتوماتيك ويتس، تمام. كده اصبح البلين بتاعتنا اللي نقدر نتحكم بيها من خلال العظم. دلوقتي عشان نقدر نحرك العظم هندخل البوز مود، لازم يكون عندك خلفيه بالانيميشن، على الاقل تكون عارف الاساسيات عشان تعرف تحرك العظم. الموضوع هيعتمد على التحريك، ونحط كي فريمز تحريك ونحط كي فريمز، وفي الاخر خالص بنعدل على الكي فريمز اللي احنا عملناها، والسرعات نحاول نوازن بين السرعات لان في حاجات هتبقى سريعه وحاجات هتبقى بطيئه. انا اعتقد ان انا قلت كل اللي عندي بالنسبه للفيديو دوت. بالنسبه للجزء بتاع الانيميشن مش هيجي من اول مره، محتاج تدريب كتير لحد ما يظبط، بس اتمنى يكون الفيديو افادكم يعني، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله استنونا في كل جديد.